إنما لما نحب نشوف قدوتنا الحسنة، الذي سئل عن البر والإثم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر، كل البر اللي دخلك الجنة، والبر هو العمل الصالح، هو كل شيء حسن تصنعه لغيرك وللناس ولنفسك. كل أمر بمعروف بتعمله اسمه بر، كل طاعة ربنا بر. طب البر هو حسن الخلق. شفتوا بقى؟ يعني عشان بنلف وندور حوالين كلمتين اتنين، حسن الخلق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله، كل البعث عشان خاطر أتمم مكارم الأخلاق. طب انظروا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يبقى أكمل المؤمنين إيمان، اللي الإيمان كامل، صاحب الإيمان الكامل صاحب الخلق الحسن. إن العبد، شوفوا، يبقى أكمل المؤمنين إيمان اللي عنده أخلاق حسنة. إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة إيه؟ الصائم القائم. يا سلام، العبد عما يبلغ بحسن الخلق درجة عالية زي دي. الإنسان الصائم القائم، الصائم النهار كله، القائم الليل كله، حسن الخلق بتاعك اللي انت فيه وعايش وسط الناس بيه، بتاخد الدرجة بتاعت الرجل ده. مع انك لا بتصوم النهار كله ولا بتقيم الليل كله، وما بتعملش غير حسن الخلق بينك وبين الناس، بينك وبين الناس عمار، حب، ود، لسان حلو، كلام طيب طالع منك للناس. يبقى إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة إيه؟ الصائم القائم. ده مش كده وبس، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ده أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس مجلس لي وقعد معاه في الفردوس الأعلى وفي جنة المأوى وجنة السلوى، أحب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام أحاسنكم أخلاق. يبقى صاحب الخلق الحسن بيحب النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا يا أخوانا، إحنا يعني بناخد كلمتين صغيرين، كل الخطبة على كلمتين حسن الخلق، ومش دارين الحسن الخلق ده بيودي لفين. مش دارين إنك لما تقابل أخوك ببشاشة وبضحكة حلوة كده بوش بشوش هيبقى إيه اللي بينك وبينه. مش دارين لو الواحد فينا اتكلم مع الناس بالحسن وبالكلام الطيب ايه اللي هيحصل. نفسنا واحد كده يطلع، انا نفسي بس واحد كده يكون بيتخانق في واحد والتاني ضحك في وشه وقال له خلاص سامحني في وسط الخناق، انما ما بيحصلش. انفلات اخلاقي رهيب رهيب بينا دلوقتي. العبد لو احسن خلقه بس، شو بيحصل له ده كل دوة؟ ايوه، أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. أنتوا عارفين من هو المفلس اللي ما معهش فلوس، اللي ما عملتوش حاجة؟ قالوا: اللي ما عندوش فلوس ولا عنده بيت ولا عنده غيط ولا عنده متاع في البيت كويس. قال لهم: لا، المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، يبقى معه كل حاجة، كل حاجة بيبقى بيصلي وبيصوم وبيحج وبيعمل عمرة وبيتصدق وكل حاجة بيعملها، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وشتم، يجي يوم القيامة بأعمال كتيرة جدا. إنما مع الأعمال الكتيرة دي سيئات كتيرة خالص، شتم فلان وانتهك عرض فلان وقذف فلانه وفلان واستحل دم فلان وفلان، وإن لم يكن قتل فساعد في القتل ولو بالكلام. الله، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، كل واحد هياخد حقه. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. ما خلاص الحسنات، ما فيش حسنات،
طب انا عاوز حج يا رب، يقول له خد من حسنات من سيئاتك انت المظلوم وحطها عليه هو، يبقى ما عندوش غير سيئات، هيروح النار. يبقى احنا هنا بنقول حاسبه، اهم شيء اللسان دوت، اهم حاجه عندك لسانك، اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج اللي بيطلع من لسانك. ربنا ده جعل قدام لسانك بابين، السنان والشفتين دول ربنا جعلهم بابين قدام لسانك، انما للاسف الشديد انت فاتح البابين على مصراعيهما، وعمال تكيد في فلان وتشتم في فلان وتسب في فلان وتغذف فلان وفلانه، ومش همك حاجه خالص. فين الاخلاق؟ طيب ودينا الاخلاق دي فين؟ نفسنا نرجع لاخلاق قبل 2011، نفسنا نرجع قبل اخلاق 2011، الاخلاق اللي كنا عايشين بها قبل 2011 نرجع بها تاني. فيها ايه لما كل واحد يقعد مع بيته ولاده؟